السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. ألو. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح النور سيدي لاباس. صباح الأنوار لالا. الله يجازيكم بخير هذا الشيء تقول لنا وتتنفعنا به وتتنصحنا. الله يجازيك بخير. ربي اللي غادي يجازيكم. بارك الله فيك لالا خديجة. الله يجازيك بخير. أنا بغيتك تساعدني شوية. الله يرحمك الوالدين ويعطيك النصر. مرحبا لالا. مرحبا. أنا واحدة سيدة زمان 48 عام وهادي سنين وأنا جالسة مع الأم ديالي الله يرحمها. دابا توفت هادي دابا 8 شهور تقريبا. 8 شهور باش توفت الوالدة عندك؟ هادي شي 6 شهور دابا باش توفات. وكنت نتعامل معاها زعما مزيانه عمرني ديما ما عمر لا ما قلت لها وديما مزيانه معاها ديما تنصب لي وعايشه معاها انا اني ديالي ومناني ديالي وصانا كلشي ديالها انا رجلي انا يعني ديما وتتدعي معايا برضا وديما كلشي ولكن تجي بعد مره شي حاجه ديال الدارين شي مسائل تافهه تنبقى نفاعل معاها ولا تنقول لها هكا بحال تنطلع لي الدم ولا هذا دابا جاتني ديك النفس اللوامة وديك الضمير تأنبني وتنقول علاش كنت تنجاوبها بعض المرات بهذا تنخاف وقيت تنخاف تنقول ياك ما نكون عندي شي عقوق ولا شي حاجة ساعدني الله يجازيك بخير. يعني كنت مرضية معها بمية أكثر من 200% ولكن بعض المرات يجي ديك شي انفعال ولا شي ما تيكون إنسان حساس على طالع قدام ولا تنجاوبها بشي جواب منفعلة شوية ولكن زعما يعني تنولي ديك الساعات وليني أنا معها يعني ميسرة أكثر من القياس. هذا هو المشكل اللي عندي وجاتني ديك النفس واللوامة وأنا واحد النفس واحد الضمير تأنبني وعطيه البقا وما قدرتش كاع نصبر. واضح لله. دابا طيلة هاد الشهور كلها انت على هاد الحالة؟ وانا على هاد الحال والبكاء يوميا وخايفة تنقول عندك تكون مقلقة. ولكن لله خديجة واش كيبان لك انت يا واحد الانسان اللي هو مات رحمه الله تعالى غادي نبقاو نبكيو عليه مدة 6 شهور واش كيبان لك انت هذا السلوك طبيعي لله خديجة؟ يعني تنبكي مهم خايفة تنقول عندك تكون مقلقة عليا. واخا لالا انا غادي نجاوبك لالا خديجه على هذا الامر يعني ان شاء الله. يعني الله يرحمها الاجل ولكن واخا هكا انا دابا ديك بحال بقات فيا اللي ماتت بقات فيا علاش كنت نقول لها هي ماتت هي مشات مسكينه علاش ما نجاوب زعما يعني تيجي بعض المرات شي الوان واحد تنفعل تيكون من ساعات ولا من واضح عارف دائما يعني مره ولكن انا نفسي هكا داتني ديك النفس هكا حيت بقات لي بقات فيا بقات النفس ديالي تتأنبني وتنقول علاش وعلاش. نعم يعني عايشه زعما واحد الحالة زعما واضح لله واضح ان شاء الله. انا غنجاوبك لله خديجه بقي معي تسمعني عبر الاثير. مرحبا بك لله خديجه واسال الله تعالى ان يرحم الوالده وان يرحم جميع الامهات. هذا الذي تمرين به لله خديجه هو امر طبيعي جدا جدا وهو ناشئ وناتج عن الصدمه اللي تلقيتي في حياتك لما فقدتي الام. الأم سبحان الله العظيم الأم وما أدراك ما الأم. الأم لما كتكون حداك كأن وجودها ما كتحسش بالوجود ديالها. علاش؟ لأن وجودها هو روح الحياة بالنسبة لك. الأم هي كل شيء في الحياة. فالإنسان حينما يكون سعيدا في حياته وحينما يمارس حياته بشكل طبيعي فلأن الأم بجنبه فهي مصدر قوته ومصدر روحه. أنا أقول روح الحياة هي الأم. ولكن حينما تفقد الأم ينهار معها كل شيء. حينما تموت الأم تموت روح الحياة. فلذلك الإنسان حينما يلتفت يمينا وشمالا يلتفت خلفه وأمامه فيجد أمه ضاعت منه. في هذه الحالة يوقن قيمة الأم ويوقن أنه لم يكن يعرف قيمة الأم إلا حينما فقدها. ولهذا لا نستغرب حينما يوصينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. علاش؟ إذا حل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا أنا غادي يجي واحد النهار اللي غادي تبغيو هذيك الأم وما تلقاوهاش، غتبغيو تفيقوا واحد مرة مع الصباح وتقول. وهذا يقع الكثير من الناس تحكيوا لي، يعني يقع بزاف الناس، وأنا شخصيا وقعت لي مع الوالد الله يرحمه، أنه أحيانا تنفق وتنقول بلا ما نشعر كنلقى راسي زيد التليفون وكان نطبي النمرات ديال الوالد وكنتصل به، كنتصل بنمرات الوالد. علاش؟ لأن هكذا هي الحياة، هكذا هي الحياة. نسأل الله تعالى أن يرحم الأموات أينما كانوا، نسأل الله عز وجل أن يرحمهم وأن يغفر لهم. فسيدتي الكريمة، أنت الآن باقي تحت وقع الصدمة ديال فقدان الأم، باقي ما مصدقاش أن الأم ديالك يعني توفاها الله، وهاد الصدمة هذه خلتك أنك تفكري وتراجعي تقولي ياك ما تعاملت معها بشي طريقة ماشي هي هذيك، ياك ما درت لها، ياك ما قلت لها، واحد النهار غوت، واحد النهار تقلقت، واحد النهار هذه، واحد النهار هذه. سيدتي الكريمة، العلاج كل العلاج في هذه المسألة حينما تعلمين أنه إذا كان الإنسان قد قصر في حق الوالدين فيمكن أن يعوض هذا التقصير بعد وفاتهما، والحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله أننا كنلقاو نص في التراث الإسلامي تيقول لك شتي إلى تفرقتي مع والديك وانت مقلقين منك، ولا درتي ليهم، ولا فعلتي ليهم، ولا كان فيك شوية العقوق، ولا هادي، ولا تما، ولا التقصير. ممكن تدرك، ممكن تدرك البير. هذا نص في التراث الإسلامي، حق للمسلمين أن يفتخروا به، حق للمسلمين أن يفتخروا به. نعم، تنقول لك لالا خديجة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لك هذاك التقصير اللي تيكون في الابن تجاه الوالدين ممكن أنه يتداركوا ويدرك البير ويمسح العقوق بالدعاء والرحمة للوالدين، الدعاء بالرحمة للوالدين والصدقة عليهما وإكرام ودي أهل الوالدين. ما معنى هذا الكلام؟ بغيتي تدركي أو بغيتي كده نقولوا إحنا الجبري الأخطاء اللي وقعت تجاه الوالدين، وما كينش واحد اللي ما كيخطأش في حق الوالدين، ومهما الإنسان دار في حق الوالدين ما عمره ما يقول أنا راه اتفقت معهم مزيان، لأنه كان ممكن أنه يعطي أحسن ما عنده. الدعاء بالرحمة للوالدين، يا ربي ترحمهم. اقتم ما تفكرتها ألالة خديجة، في صلاتك، في نومك، في قيامك، في كلامك، في مجالسك، تفكرتي الوالدين في خاطرك، في النفس ديالك، يا ربي ترحمها. بدل ما تجلسي مع شي ناس ويبقوا يقولوا لك ايوا مسكينه الله يرحمها، واحد النهار دارت ودارت ودارت ودارت، واحد النهار دارت ودارت ودارت ودارت، وكانت كدير، وكانت تفعل، وكانت تترك، وقع لي معها كذا، ويبداو يفيقوا عليك المواجيع. وهذا راه من النياحه، النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا بان هذا من النياحه. فتعديد ذكر محاسن الميت هذا من النياحة، والنياحة منهي عنها. فبدل هذا الكلام نشتغل بما هو أفضل، وأننا نترحم على هذه السيدة، ماشي بالضرورة أمام الملأ ندعي جهرا، وإنما فقط في السر. إحنا خصنا نتعلم ونتعامل مع الله عز وجل في السر بينه وبينه. تفكر نطلب الله يا ربي ترحم هذيك الوالدة، يا ربي في هذه اللحظة وفي هذا الآن نزل عليها نور من عندك يا ربي، يا ربي هذيك الوالدة راه تمرتت على قبلنا وأحسنت إلينا وصبرت علينا وأفنت عمرها وشبابها من أجلنا، يا ربي بكل ألم وبكل لحظات وجع وبكل لحظات تعب ونصب، يا ربي بكل هذه اللحظة ارحمها. اللهم ارحم عظامها وارحم لحمها وارحم عصبها وارحم شعرها وارحم عينها. وبقى الإنسان يدعي خلاص، وبعد ذلك الإنسان
ينشرح صدره ويفرح، يفرح أنه وفق الله تعالى الدعاء الوالدين، لأن شحال من واحد راه ولد راه ما ولدش. كاين اللي ولد 10 وما ولد حتى واحد، ولد 10 ونهار مات ما لقى حتى اللي ترحم عليه، ما لقى حتى اللي يمشي يزوره في قبره. وعدد من الناس شغلتهم الأموال والأولاد عن زيارة المقابر الوالدين الآباء وعن الدعاء لهم وعن الصدقة لهم، شي كنشوفوه. وهذا هو العقوق، هذا هو العقوق. قال لله خديجة، صار في أن الله تعالى راه يتصرف في ملكه كيف يشاء. وبما أنك انتي أصلا كتحسي كما قلتي هاد النفس اللوامة، النفس اللوامة راه كتدل على أن هناك إيمان. النفس اللوامة هو ما يسمى الآن بالضمير، تنقلوا احنا بالضمير. النفس اللوامة تلومك، تلومك حينما تقصرين. هذا راه من توفيق الله تعالى، هذا من فضل الله عز وجل عليك وعلى والدتك، أن نفسك تلومك على ما فرطت في جنب الأم. فلذلك سيدتي الكريمة أنا أقول لك، البر يمكن أن يستدرك، وسطري على هذه الجملة 14 سطر بستيلو أحمر، البر يمكن أن يستدرك، هذا نص في التراث الإسلامي، كلام نبوي حتى في القرآن الكريم. الله عز وجل في سورة الإسراء تقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. وقال الله عز وجل من بعد فكأن شوف هذا راه من رحمة الله ومن عجيب هذا القرآن. هذا القرآن راه عجيب مستمعينا الكرام، هذا القرآن راه فيه شي عجائب وشي أسرار عجيبة. فكأن الله تعالى كيتكلم على لالة خديجة أنها واحد النار بغات تلقى راسها راه قصرات في شي أمور هكا، يعني في التعامل ديالها مع الوالدين حتى مشاو الوالدين. ويقول الله عز وجل ربكم أعلم بما في نفوسكم، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. اعلموا ما في نفوسكم، اي الانسان بعض المرات راه غادي يلقى راسو فعلا راه دار شي غلط وشي حاجه شي تقصير، ولكن ان نكون صالحين فان الله كان للاوابين غفورا، كان للاوابين غفورا. يتوب الانسان ويندم على ما فعل ويؤوب ويرجع الى ربه ويكثر من الدعاء بالرحمه والمغفره. افضل حاجه هو الانسان يدعي لهم بالرحمه، لأن الله قال وقل أيها العبد وقل ربي ارحمهما يا ربي كما ربياني صغيرة. وكذلك المغفرة، ربي اغفر لي، يقول نوح، يقول الله على لسان نوح ربي اغفر لي ولوالدي إبراهيم كذلك ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات. إذن فالدعاء بالرحمة والمغفرة هذا أسمى المطالب وأجل ما دعا بالإنسان ربه سبحانه وتعالى لوالديه. وقل رب ارحمهما كما يربياني صغيرة، يا رب ترحمهم، يا رب ترحمهم. هذه الأولى. الأمر الثاني سيدي الكريم، الصدقة. علاش لا؟ الناس من قديم وحنا صغار تنسمعوا صدقة ورحمة على الوالدين. كي تتوقف عليك شي مرة مسكينة ولا شي راجل مسكين شي طالب تقول لك شي بركة، صدقة ورحمة على الوالدين. ما معنى صدقة ورحمة على الوالدين؟ تفكرك بالصدقة على الوالدين، وأن هذه الصدقة لما كديرها راها تكتب في ميزان حسنات الوالدة. وحنا كنعرف أن الله عز وجل أخبر بأن الصدقة تطفئ غضب الرب. عرفتي شنا هي الصدقة تطفئ غضب الرب؟ يعني كتمسح، فذاك يعني أن الله يحب الصدقة. فمهما كان ذنب الإنسان لما كيتصدق الله عز وجل كيرضى عليه. فهذا العمل لما تجعليه في ميزان حسنات الوالدة ديالك لا شك أن هذا أمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. كيكتب لك الله تعالى الأجر انت وكيكتبه حتى الوالدة. فلذلك الصدقة على الوالدين هذا أمر عظيم جدا. كذلك إكرام ود أهلي أمك، وهذا الأمر الثالث اللي تدرك به الإنسان يعني البر الوالدين، هو أنه لما كيشوف الوالدة توفات وكين أختها كين بنت أختها
يعني الخالة ديالك مثلا اللي عايشة، الخالات، الخوال، جداك، الصديقات ديال الوالدة، كتهلاي فيهم وكتحسني لهم. هذا حتى هو كيدير كبير انسان البير. بعد وفاتي الوالد عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ذات يوم وهو في السوق وجد رجلا من الاعراب، فنزل عبد الله بن عمر على دابته واردف واركب ذلك الاعرابي واعطاه وكساه عمامه وتهلا فيه واعطاه فلوس وكرمه وتهلا فيه. فسئل عبد الله بن عمر، قيل له يا ابا عبد الرحمن، هذا الرجل هو من الاعراب والاعراب ترضى بالقليل، الا اعطيتيه شي حاجه قليله راه كافياه غادي يفرح بها، فما بالك اعطيتيه واعطيتيه واعطيتيه واعطيتيه. ويقول لهم ان ابا هذا الرجل، يعني ماشي هو، البوت ديالو كان من اهل ودي عمر، يعني بوت هذا السيد هذا اللي تلاقيت معاه وتسلمت معاه وطلت فيه، كان مصاحب مع عمر الوالد ديالي، باه كان صاحب الوالد، وعبد الله بن عمر تهلا فيه. علاش؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان اكرام ود اهل الميت هذا كذلك من البر. اسال الله تعالى ان يرحم جميع موتى المسلمين. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.